يلا تو سويت انترفيو اول مره مع مريم بن ملهم. يا لطيف. اول مره مريم عملت تدخل على هذا الجسد وقتاش كانت؟ تدخل جراحي، عملية تجميل. ولا عملية تجميل. إيه؟ والله والقرآن. ولا عملية تجميل من 2019. ليه؟ عمري ما عملت عملية تجميل. جميل. والله وحتى شيء. وخممت باش نعمل سنة. ومشيت للدكتور ونقول اسمه معناتها. أي. البلتي. قال بلتي ولا يعني تجميل. غلطوك بعثوك الرابور. هذا أكبر طبيب معناتها جراح. في العمر. يا زي خلنا نحكي هكا هاو كنت باش نعمل لوبيراسيون بلتي تحيه لي غنات يا حسره ماشيه مليحه الفتره الاخيره بلتي صديقي قال لي قلت له راني نحب نعمل لوبيراسيون قال لي اعمل تحاليل لقيت عندي ست ادم ديما طايحه عندي تو بريسك دو زون قال لي ما نجمش نعمل لك عمليه الا دونك ما عملتش عمليه تجميل خاطر عندك ما تنجمش اي ما عمري ما عملت ماني ضد نحب نعمل لما ما نجمش توجيه الفرصة توجيه الفرصة ان شاء الله أي. أول مرة كلمك عبد من التلفزة باش تعدى في التلفزة أول مرة تلفزيون تلفزة تلفزة أول مرة كي كلموني وقتها بعد سكول وحكاية تونسية تلفزيون بعد يظل الحوار تونسي أول مرة خممت باش تمثل وقتيش جيت مخممت هالعملة هذية وقتيش جيت بالصدفة. اي خاطر انا عامله ديكوراسيون دانتيريو. والبداية وين كانت؟ حكيت تونسية المسلسل؟ سكول في عامتها حكيت تونسية وسكول و وكها ومن بعد بديت معناتها معروف. من وقت تعرفت نجحت بالذوق. انا معروفة كنت بخاطرني كنت نعمل لي شوتينغ. ومتاع ما كانوش فما هكا يعملوا لي شوتينغ متاع كسيوي العرايس والمكياج كنت كعبتين وكعبة. مرام بخي نتذكر مرام بن عزيزة ومن بعد انا فميش هذوما اللي توا ماما معروفه من انت من السباقين تبارك الله اول عرض باش تخدم كورنيكوز في تلفزه منين جيك؟ جيك عروض باش تخدم كورنيكوز بل خدمت مع حاتم حاتم بن عمر حاتم عملت زوز برامج نتاعي فما ديزيمسيون عرض عليك تكون كورنيكوز ورفضت؟ بون هو شخصيتك نتاع باش تقول اي وعيطوا لي ورفضت ما نذكرش معناتها انا خدمت مع حات وعملت زوز برامج في ام 24 نتاعي مي نيوز نجحوا انت هاك تخدم عملتش انترفيو مع جورج وسوف ومع وائل كفوري ومع لا. ادم لا والكل. عملت معاهم انترفيوات مريم موجودين على اليوتيوب بلها هو معناتها انا جبتهم لا والله فاجئتني في هذا يدخل على على اليوتيوب بعد ديك السبعه ديريكت بعد ليميسيون ديريكت باش ندخل نتفرج في البرجي زيد برجي مش البرجي زيد البرجي وادها من نابولسي وبرشا برشا برشا فنانين الله يبارك عليك اول مره تعمل عركه مع فنان من الدومين فجاسوسي مع مري بن شعبان اللي قلت عليها طردوها من مشاعر مش خرجت بيدي طردوها والله هذه راهي قعدت لي في استاذتي مريم انا ما نتصورش كان طردوها استاذتك انت ملاحه حاجه كبيره وقدوه بالنسبه في المسرح مريم قدوه لا مريم عظيمه برشا في المسرح والله في المسرح عظيمه برشا حتى ام كلثوم كانت عظيمه يقولوا لها الله الله عظمه على عظمه يا ست منين ليك انت انه ماما طردوها من المشاعر منين ليك؟ انا نعرف انت تعرف مصادري مصادرك تقول لك موافقه منها المصادر وشده صحيح انك ترفض تعوضها مستحيل اول مره للا وقفك عبد يحب يتصور معاك وقت ايه ولو ذي صعيبه كان صارت ما نعرفش اي جمله عمرها ما صارت نحكي بالرسمي يوقفوك يتصور معاك مريم قلت البارح شترك خفوغ العامله الكلب تي تي ما نحبش في المغازات العامه ديما يوقفوك و... لا حتى في الجيران بارتو حتى في تركيا فما شكون مع الولي نتاعو يوقفك يتصور معاك الولي بيدو نتاعو الولي بيدو من تونس قديش دوله غريبه جدا اول مره تعمل حاجه في وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام شنو كانت اول حاجه عملتهم الكل من انا من اول عبيد رب انا وزيد نقولها ويعرفوها برشا عبيد اول وحده عملت اللايف في تونس شكون مريم هذه معروفه كان اول ما تشلقت به على الفيسبوك حاجه جديده دخلت قلت هاي خلنا وبديت المرحله نصور في كيفاش نفطر كيفاش نقول يكلموني الفنانين يقولوا لي مريم راهو عيب راه فما حاجات ما تصورها صحيت سترك
سطرش مني عريان انا خالص. ليه ما هو يقول لك ننصروا الحاجات يعني باش طما الناس ما عندهاش ولا حاجه. طولت في الحمام والسوان وزمرت وعملت وتو اخذوا لي. اكثر طرفه صارت لك في مواقع التواصل الاجتماعي هذوما حاجه غريبه صارت لك فيهم؟ واحد بعث لك حاجه غريبه طلب غريب جاك ما نجاوبش وما نحكيش معاه طلب غريب لا ما عند ما نجاوبش. اول مساج تاع سبان جاك فيهم مساجات يجيو في نقرا لي باج معناتها يبعثوا لي وما نحلش اما كي نبدا نقرا الكومونتير في لي باج. هي العركه مع مريم بن شعبين هي كانت سبب في شهره مريم بن مولاه والله عن جد عن جد اي والله اي فهمتك على الاخر عندها الفضل دونك عليك انها كانت سبب في شهره اللي كنت استاذتك قلت اما انا ما عنديش فضل ما عنديش فضل عليك مريم بن شعبين. ميرسي بوكو مريم بن مولاه. هذا كان انترفيو اول مره احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى